أهلا بيكو يا جماعة. أنا مش يوزر قوي للإنستجرام، بس أنا قررت النهاردة أن أنا أعمل الفيديو ده أول حاجة علشان أشكر صاحبتي سارة راغب، علشان النهاردة عملت لي مفاجأة كده، يعني هنعتبرها جزء من هدية عيد ميلادي. رحت لها فلقيتها شي سربرايزنج مي، وعملت لي اللي هي البيرمننت لاشز، مش عارفة باينة ولا لأ، بس أنا أول مرة أعملها وكنت خايفة أعملها. أنا بخاف بصراحة من الحاجات اللي لعب في وشي والحاجات دي، فاول مره هعملها. ف big thank you يا ساره، بجد it's amazing. وكل الناس صحابي اللي شافوها قالوا لي عليها حلوه جدا جدا. ويا جماعه اي حد اتفرج عليا دلوقتي، يعني ساره she will do big offer. هسيب لكم يعني في الفيديو اللينك بتاع السنتر بتاعها، او اللينك بتاع البيج بتاعتها، واي حد هيروح يقولها ان هي من هو من طرف اللي هي بقى، عشان هنا ده الفيديو ده للبنات، يعني من طرفي هتعملوا ديسكاونت. فيعني اتمنى ان شاء الله باذن الله ان الاوفر يعجبكم. وبجد ثانك يو ساره على البيرث داي جيفت، يعني عجبتني جدا جدا وشكلها حلو قوي عليا. يلا مش هحط ماسكارا لمده كبيره يعني. وانتوا كمان وحشتوني جدا جدا جدا. انا عارفه ان انا كنت مقصره، بقالي اسبوعين مش بطلع لايف، بس يعني بحاول يعني. تاني حاجه عايزه اقول لكم عليها بقى النهارده يا جماعه، النظافه الشخصيه. هقول لكم على موقف بسيط جدا جدا. يعني انا اكتشفت موضوع النظافه الشخصيه دي حاجه بتفرق قوي في طريقه تعاملنا مع الناس. يعني الناس اللي بتهتم بنظافتها الشخصيه وبريحتها، قد ايه هم ناس جميله، قد ايه هم ناس حلوه، قد ايه هم بيريحونا كده. يعني انا واكتشفت ان موضوع النظافه الشخصيه ملوش اي علاقه بالمستوى الاجتماعي. رند ممكن تقفلي البتاع ده عشان الدوشه اللي بره؟ لا اقفليه اقفليه. ملوش اي علاقه خالص يا جماعه، نهائي نهائي، بالمستوى الاجتماعي. يعني في ناس ممكن تلاقيهم صاري يعني عايشين تحت بير السلم وريحتهم حلوه، يعني تقف كده تحس ناس نظيفه كده، ناس بتهتم بنفسها. وناس تانية مالتي ملياردير تقعد معاهم تحس انهم ريحتهم يعني لا، ما بيهتموش بنظافتهم الشخصيه. ارجوك يا جماعه، الاهتمام بالنفس او اهتمام بالنظافه الشخصيه دي حاجه يعني اسينشال كده، زي ما انت بتاكل، زي ما انت بتشرب، زي ما انت بتنام، زي ما انت بتروح الشغل، لازم تهتم بنظافتك الشخصيه، لازم تبقى ريحتك حلوه، لازم تهتم بشكلك، لازم تهتم بلبسك. لبسك مش لبسك، انا بفضل اقول مش لبسك اللي هو تبقى لابس براندز بقى ومش عارفه جيفانشي وجوتشي لا 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 خالص. على فكره انت ممكن تبقى شخص بسيط جدا لابس حاجه بسيطه قوي قوي، بس يعني بس انت ريحتك حلوه، انت ريحتك حلوه، يعني شكلك حلو منمق، انت شكلك منمق. فارجوك يا جماعه، في حد من اصدقائي دايما يقعد يقول لي الطرحه 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 الطرحه، اكيد هو عارف نفسه كويس. فيا جماعه اهتموا بجد بنظافتكم الشخصيه. طيب في حاجه كمان عايزه اقولها، انا برغي كتير صح، بس يعني بتبقى حاجه مش حلوه قوي لما تبقى الناس قرفانه منك علشان ريحتك، حتى لو انت يعني مين، يعني كلنا هنقرف من اي حد حتى لو كان قريب مننا لو ريحته مش لطيفه. اهتموا بنظافتكم الشخصيه. انا بقى اقول لكم مين اكتر الابراج اللي تهتم قوي بموضوع النظافه. الابراج دي محسوكه في النظافه، اوكي؟ واقول لكم اصحابي كمان اللي كده، يعني عندكم برج العقرب مثلا. برج العقرب ده يا جماعه مدمن نظافه، مدمن نظافه اللي هو يعني obsessed about النظافه. يعني ممكن تلاقيه قاعد كده على مال، انا مها صاحبتي، مها جوهر ماي بيست فريند، تلاقيه عمال كده قاعد ينظف مش عارفه ايه. بابا يا جماعه برج العقرب، بابا ما اقدرش اقعد في حته مكركبه، ابويا ربنا يخليه يا رب يديه الصحه، تلاقيه قاعد كده لو لقى اي حاجه على الارض ينزل يجيبها مش عارفه. فبرج العقرب من الابراج المدمنين النظافه، نظافه شخصيه اللي هم نظافتهم الشخصيه والنظافه اللي حواليهم، اوكي؟ طيب تاني برج مدمن النظافه، برجي انا الشخصي، وبرج العذراء. برج العذراء اوف يا جماعه، انا ممكن اقطع علاقتي بحد بسبب موضوع الهايجين بتاعته او النظافه بتاعته. يعني انا بتقرف اصلا، يعني برج العذراء من الابراج اللي بتتقرف جدا. فهو بيحب النظافه، بيحب الناس النظيفه، بيحب هو يكون نظيف دايما. برج العذراء تلاقيه منمق، شكله حلو، نظيف جدا جدا. كمان من الابراج اللي بتعشق النظافه برج الدلو. برج الدلو يا جماعه برج قروفة قوي، يعني انا عمر ابني واحمد ابن خالتي ورنا اختي دول في موضوع النظافه بقى ويتقرفوا فظيع 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 في النظافه. في برج الدلو من اكتر الابراج العاشقه المولعه بالنظافه، يعني هم نظاف جدا، بيحبوا النظافه، بيحبوا الترتيب، وناس نظيفه كده في نفسها يعني. طب يجي بعد كده عندنا برج الحمل. اوف برج الحمل من الابراج
نظيفة جدا جدا جدا، اللي عندهم وسواس قهري من النظافة، عندهم النظافة دي خط أحمر. أنت لا، منظمين ونضاف. بعد كده عندنا كمان برج السرطان. برج السرطان ده برج بيحب النظافة، منظم جدا، ما يعرفش يقعد في حتة مكركبة، ما يعرفش يكون مكركب، حتى بيهتم بنظافته الشخصية. يعني برج السرطان عمرك ما تشمي له ريحة وحشة، تحس إن هو شخص وحش. لا، هو بيلبس حلو وبيهتم بنظافته جدا جدا، ونظافة المكان والنظافة الشخصية بتاعته. وبرج الحوت، دولت اكتر ابراج بتهتم بالنظافه يا جماعه بشكل موسوس جدا جدا جدا. طيب، انا كنت عايزه اقول ايه. اهتموا يا جماعه بنظافتكم الشخصيه، خاصه في الحر اللي احنا فيه. تاني بقول ثانك يو لساره على الاي لاشز بتاعتي يا ساره، اتس اميزنج. مش عارفه باينه في التصوير ولا لا، بس هي حلوه قوي قوي قوي، جميله، فشكرا بجد. ويا جماعه يعني اي ريكومند ساره راغب، هسيب لكم اللينك بتاعها تحت، اعمل لها تاج. بليز تتصلوا بيها وتقولوا لها ان انتم من طرفي، وهي هتعمل لكم ديسكاونت قوي جدا. هي موجوده في التجمع، والسنتر بتاعها موجود في التجمع. ثانك يو يا ساره، ثانك يو اول، بحبكم جدا جدا، باي باي.